بيقول الحب يعني عذاب، بتوافق على هالكلام؟ ابدا، اجمل كلمه بالدنيا هي الحب. كيف عرفت انك مغروم؟ لما قلبي دق اول مره لما شفتها لزوجتي حبيبتي. بس قلبك كل يوم بدق، بس مش مثل هاي الدقه، دقه غريبه، دقه مش طبيعيه. كيف اعترفت لها انك بتحبها؟ اول مره اعترفت لها بحبها لما حطيت لها، لما بعت لها كاسات لكاظم الساهر قولي احبك. كي 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 تزيد وسامتي. سامتي. شفت حالك غير وقت حبيت؟ تغير كل شيء بحياتي. كيف عشت هاللحظات، لحظات الحب؟ كيف بتعيشهم؟ كيف بيتغير؟ كان حب سري؟ كان حب علني؟ كان بالبداية أول 8 سنين اللي عشتهم أنا وياها، 8 سنين كان سري. يعني فترة هو 6 سنين سري، بعدين صار معلن. كيف بتعيشوا هال6 سنين سريين؟ كيف عشتوا 6 سنين سرية؟ يعني كنت تهرب من يعني بيت أهلها؟ كيف كنتوا تلتقوا؟ كنا نلتقى، يعني كانت تخلص جامعتها أكون أنا عبيب جامعتها، كنت أترك شغلي وروح حتى أشوفها. كانت هي أوقات يعني مثلا محاضرة ما كتير كتير مهمة كانت تتركها لحتى تشوفني، نقعد بمطرح مخبيين. يعني حياة حلوة كانت، صحيح كانت سرية بس كانت كتير حلوة. سعيد جدا. سرية قلت لي 6 سنين، لا قررتوا بعد 6 سنين لكن تصارحوا الأهل لنصارح وتصير علنية. شو كان موقف الأهل؟ رفض. أهلها أم أهلك؟ أهلها هي. لأي أسباب؟ اجتماعية ومادية. إنك أنت منك قادر؟ أنت كنت قادر؟ أنا بخلال بعد ال6 سنين كتر سفراتي كتير، صرت سافر مشان بدي أمن حالي لأنه هي كانت رح تخلص جامعتها وبدي إياها. سافرت وصرت أمن حالي شوي شوي وأمنت حالي. أنت عم بتأمن حالك والأهل رفض قاطع؟ رفض وأنت قاطع وأنت مغروم؟ حتى الجنون. حتى الجنون. ليه عم بتدمع أنت وعم تسترجع بتقلي حب حتى الجنون؟ لأنه هالإنسانة هيدي قد ما أعمل ما بوفي لها قد ولا شيء بوفي لها اللي هي عملته معي. شو عملته؟ أهل عم بيرفضوا؟ أهل عم يرفضوا عطول، حتى أنه يقعدوا معي عطول رفض قاطع. شو كان الحل؟ كان الهروب، الزواج بالسر والهروب. هربت من بيت أهلها؟ إيه. ضحت بأهلها؟ مش يعني كرمال حبها إلك. أنت شو ضحيت بالمقابل؟ قدامها هي نقطة ببحرها. شو تغير بعلاقتكم بعد الحب؟ يعني أهلها رافضين، شو تغير بالعلاقة؟ تتغير بعد الزواج. يعني طبعا لما اثنين بيكونوا مجموعين على نفس مخدة، روحان مع بعض، جسدان عم بينجمعوا مع بعض، في اشياء كثير بتتغير وبتحس فيها بتحب. يعني بيكتمل الحب بعد العلاقة الجسدية بين الحبيبين؟ اكيد اكيد بيكبر الحب اكثر بكثير، وهذا اللي انا اللي عشته معه. هيك تطورت العلاقة. وموقف أهلها كيف كان؟ كان الرفض أيضا. صار في اتصال بينها وبين أهلها؟ يعني جربتوا تطروا الأمور؟ بالبداية أول هروب كان في رفض، كان على طول كانت تضلها تشوفهم، يعني كان تروح لعند بيها وتشوف بيها وتشوف أمها على طول. كيف كانت؟ كانت تروح تشوف أهلها؟ إيه كانت تشوفهم بشغل بيها. نعم. كل يومين ثلاثة تشوفهم، تقعد معهم ساعتين ثلاثة. بس كان على طول رفض 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 رفض. وأمتى شفتهم بالبيت؟ لما ما شفتها، لما حكيت مع أختها على التليفون، طلعت لحتى تطلع على أمها المريضة، قالوا إنه أمها مريضة كتير، ما شفتها. من وقتها؟ من وقتها. يعني قد إيه ما شفتها محمود؟ شهرين. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.